السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. محاولات مستميتة من الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل إقناع الكابتن نبيل معلول للعدول عن رأيه والعودة مرة أخرى لتدريب المنتخب السوري الأول للرجال في تلك الفترة الحساسة وتلك الفترة الصعبة، 75 يوم وتعود المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، 75 يوم فترة قليلة جدا جدا من أجل مدرب جديد وإعداد جديد وتخطيط جديد وجلب محترفين. لا، كل الناس بتتكلم والاتحاد السوري دلوقتي بيحاول ان هو يخلي الكابتن نبيل معلول يكمل اللي بدأ فيه. هل هناك أمور معينة تؤيد تلك الفكرة؟ نعم، هناك أمور كتيرة جدا تؤيد تلك الفكرة. أولا، الاتحاد السوري لكرة القدم إلى الآن لم يعلن رحيل الكابتن نبيل معلول ولم يعلن استقالته أو حتى إقالته، بالرغم من أن الكابتن نبيل معلول أعلن بشكل رسمي من قبل، وأكيد أنتم عارفين، رحيله عن المنتخب السوري الأول للرجال. الاتحاد السوري إلى الآن لم يعلن. وعلى فكرة بالمناسبة، السيد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم وصل إلى سوريا من السعودية بعد انتخابات الاتحاد العربي لكرة القدم، وإلى الآن أيضا لم يتحدث في الأمر ويحاول إقناع الكابتن نبيل معلول. السبب الثاني اللي بيخلي الأمر ده قريب هو أن الكابتن نبيل معلول من الأولى أن يكمل ما بناه، من الأولى أن يكمل ما بناه مع المنتخب السوري الأول للرجال طوال 15 شهر. ودي فكرة بتؤيد، ملوش دعوة أنا مؤيد للكلام ده ولا لا، يعني أنا مش شايف كده، أنا مش شايف أن الكابتن نبيل معلول عمل شيء مع المنتخب، ولكن ده بيؤيد الفكرة. الأمر الثالث زي ما قلت لكم هو ضيق الوقت، لدينا فقط 75 يوما، عمرها ما هتساع ان احنا نجيب مدرب جديد حتى ولو كان وطني وليه فكر مختلف وهيستدعي لعيبة مختلفين وهيعمل معسكرات من جديد، يعني انت بتبدأ من الصفر بصراحة. الامر الرابع ان الاتحاد السوري لكرة القدم، ويمكن دي مفاجأة من العيار الثقيل، انه الى الان لم يتواصل مع اي مدرب وطني. يعني تخيلوا ان الكابتن عماد خنكان خرج وقال لم يتواصل معي احد، الكابتن حسام السيد ايضا خرج وقال انه لم يتواصل معي احد من اجل تدريب المنتخب السوري الاول، ايضا الكابتن محمد قويد قال لم يتواصل معي احد، الكابتن نزار محروس على فرح اف ام قال لم يتواصل معي احد. واضح ان الاتحاد السوري لكرة القدم يحاول اقناع الكابتن نبيل معلول بشتى الطرق من اجل العدول عن قراره. ونأتي للنقطة المهمة، هل نحن مع هذا الامر ولا لا؟ هل نحن مع فكرة عودة الكابتن نبيل معلول لتدريب المنتخب السوري ولا لا؟ الحقيقة أنني أقولها وبملء فيه، لا، أنا لست مع عودة الكابتن نبيل معلول لتدريب المنتخب السوري مرة أخرى حتى ولو رسي الموضوع على المدرب الوطني. والأمر وراء أكتر من سبب. تعالوا نتكلم في أول سبب، إن الكابتن نبيل معلول على أرض الواقع، وأي بني آدم عنده قليل من المنطق وقليل من الواقعية وقليل من التعقل يعلم جيدا أن الكابتن نبيل معلول لم يفعل شيئا للمنتخب السوري طوال 15 شهرا من تدريب الكابتن نبيل معلول للمنتخب السوري، لم يصنع شيء. هل يا ترى الفوز على المالديف وغوام ده يعتبر شيء بناه الكابتن نبيل معلول؟ هل يا ترى الخسارة من الصين هي إضافة أضافها الكابتن نبيل معلول للمنتخب السوري؟ الحقيقة أن الكابتن نبيل معلول، وانا اتبنى الراي ده، مش عارف انتوا تتبنوه ولا لا، اكتبوا لي تحت في التعليقات هل انتم معايا ولا لا في الراي اللي هقوله. الكابتن نبيل معلول اتى للمنتخب السوري لم يضيف شيء بل طرح منه. يعني اذا كان مستوى المنتخب السوري كان 4/10 من سنه ونص، الان مستوى المنتخب السوري 2/10، تراجعنا للخلف ولم نتقدم للامام. وانا مؤمن بالكلام ده، ومع احترامي للكابتن نبيل معلول، ويمكن عملت حلقة امبارح بعض من الناس ما فهمتهاش، اتكلمت فيها عن ايجابيات الكابتن نبيل معلول مع المنتخب السوري، فناس كتير قالت لي انت بتمسح جوخ. جوخ مين يا عم؟ يا عمي الكابتن نبيل معلول بني ادم عنده مميزات وعنده عيوب، ولكن الكابتن نبيل معلول لم يضيف شيء للمنتخب، يعني لم يضيف الشيء اللي احنا يخلينا نصر كده بالمنتخب السوري. ايضا الكابتن نبيل معلول لم يضيف شيء ولكنه ترك صراعات، ويمكن اكتر صراعات سابها الكابتن نبيل معلول مع المنتخب السوري هي وسط اللاعبين، اللاعبين اللي كلهم خرجوا وقالوا اننا سنبقى ضحية صراعات، مبروك التأهل. صراعات الكابتن نبيل معلول اول ما تولى استقال السيد هاني سكر من التحدث الإعلامي أو كمحدث متحدث إعلامي
للمنتخب السوري، ثم يعني الموقف بتاع عمر خريبين وإقصاء عمر خريبين من المعسكر دون سبب واضح. أيضا طبيب المنتخب السيد أحمد كانجو آخر ما تم الاستغناء عنه بخلاف شديد مع الكابتن نبيل معلول. أيضا الكابتن ضرار الداوي ترك المنتخب السوري دون خلاف. السيد عساف خليفة أيضا مدير المنتخب ترك المنتخب السوري دون خلاف، دون خلاف معلن. الحقيقة أننا لابد وأن نعلم جيدا أن الكابتن نبيل معلول، وده السبب الثالث، لا يريد تدريب المنتخب السوري، لا يريد العودة. يعني رسالة إلى الاتحاد السوري لكرة القدم والسيد حاتم الغاي والكابتن عبد القادر كرديغلي ملك الكرة السورية، الكابتن نبيل معلول لا يريد العودة والله صدقا. ولو الآن تم تدبير 540 ألف دولار بتوع الكابتن نبيل معلول كالمرتب المتأخر يعني بتاعه، لن يكمل مع المنتخب السوري خلاص. هو الآن يتعاقد مع نادي الكويت الكويتي أو مع أي نادي آخر أو منتخب آخر. كابتن نبيل معلول مستقيل من تدريب المنتخب السوري من يوم 18/4/2021، قدم استقالته 3/4 تم الموافقة عليها في عرف قوانين الفيفا يوم 18/4، أصبح حر من تدريب المنتخب، ولن يستطيع أي أحد حتى أن يجبره أو يقنعه للعودة مرة أخرى للمنتخب السوري الأول للرجال. فرسالة لكل الناس اللي متأملة في عودة الكابتن نبيل معلول أو اللي بتحاول إن هي تعيده، يعني استثمروا الوقت الحالي، الوقت فعلا من ذهب، الوقت هيذهب. 75 يوم دلوقتي بيجوا 74 يوم، بكرة هيكونوا 73 يوم، ولن يعود الكابتن نبيل معلول حتى ولو تم توفير راتبه بالكامل. الحقيقة ان الاتحاد السوري لكرة القدم قد يكون تأخر في الاعلان عن استقالة الكابتن نبيل معلول، لانه الان يدور عن بديل او يبحث عن بديل قوي غير الكابتن نبيل معلول، بديل اجنبي. وده لاني قلت لكم حتى الكابتن ياسر السباعي، كابتن ياسر السباعي المدرب الكبير والقدير، برضو ما تمش التواصل معاه الى الان. فانت كل المدربين الوطنيين ما حدش تواصل معاهم، فالفكرة اما مدرب عربي او مدرب اجنبي او العودة للخيار بتاع الكابتن نبيل معلول، وهو ده الاولى والاقرب واللي انا ما اتمنهوش. ومستني برضو ان انا اعرف رأيكم تحت في التعليقات، هل انتم لو الكابتن نبيل معلول عاد بالفعل ومجهودات الاتحاد السوري لكرة القدم باءت بالنجاح وعاد الكابتن نبيل معلول، هتكونوا فرحانين ولا هتكونوا زعلانين؟ تعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. التعليق الاول من صدقة جارية، يعطيك العافية اشكرك، انت سوري ولا مصري ولا نص ونص؟ جزاك الله خير. انا مصري ابا عن جد، ولكن النبض عربي، مش سوري وبس، لا يعني كل الدول العربية، حتى تلك الدول العربية التي نختلف معها في بعض الأمور، أو تلك الدول العربية التي للأسف شعوبها ناشفة شوية في المعاملة، يعني معاملتهم عنيفة شوية، إلا أني للأمانة أنا بحب كل الشعوب العربية تحت أي ظرف. وتعليق آخر من فراس الحمصي، متى سيعود عمر السومة وهل من الممكن أن يعود في مباريات التصفيات بعد القرعة؟ عمر السومة سيعود في أول مباراة رسمية للمنتخب السوري بإذن الله في شهر 9. هل من الممكن أن يعود في مباريات التصفيات بعد القرعة؟ لا، هو ما فيش مباريات في التصفيات بعد القرعة إلا مباريات ودية، ومن الصعب استدعاء الكابتن عمر السومة في المباريات الودية المقبلة مع المنتخب السوري. تعليق آخر من علي أحمد، السلام عليكم، أعتقد أفضل مدرب للمنتخب السوري هو الكابتن عدنان حمد، كان أفضل مدرب عربي. والله كنت أتمنى، الكابتن عدنان حمد من أهم المدربين العرب، ولكن هو درب المنتخب الأردني خلاص بشكل رسمي. وتعليق آخر من أمير محمد أو أمير ومحمد، من هو المدرب الجديد للمنتخب السوري؟ هل عمر السومة وعمر خريبين سوف يعود للعب مع المنتخب؟ الممكن الجوال، مش عارف ايه علاقة الجوال بالموضوع، ولكن المدرب الجديد للمنتخب السوري لم يتم الإعلان عنه إلى الآن. الآن الاتحاد السوري لكرة القدم يحاول أن يقنع الكابتن نبيل معلول من أجل العودة لتدريب المنتخب السوري من جديد، ولكنه لن ينجح من وجهة نظري الشخصية. وأعتقد أننا سنعود للخيار الوطني، وعلى الأغلب الخيار الوطني سيقودنا للكابتن نزار محروس. عمر السومة وعمر خريبين سيعودوا بكل تأكيد، ولكن في المباريات الدولية الرسمية في أيام الفيفا. يعني تعليق آخر من مجد حسن، يا ريت من الممكن ان فراس الخطيب يدرب الفريق، هو ادرى بحال الفريق، تحياتي لك اخ احمد. والله الكابتن فراس الخطيب فعلا من الشخصيات اللي على دراية باللاعبين وظروف اللاعب السوري، ولكن في مشكلتين. المشكلة الاولى ان الكابتن فراس الخطيب الان مدربا لنادي الكرامة، وانا ما اعتقدش ان نادي الكرامة هيرضى بفسخ العقد مع الكابتن فراس الخطيب اولا.
ثانيا، هل انت تعتقد ان عمر السومة وعمر خريبين يقبلوا ان يدربهم لاعب كان زميلهم؟ يعني انا يعني ما بتكلمش على الضغائن او الكره او كده، يعني الامر معنوي بحت، يعني كان لسه بيلعب معايا من سنتين، دلوقتي بيجي مدرب عليا وبيقول لي روح يمين وروح شمال يعني لو في دولة اخرى أجنبية أو أوروبية أو أمريكية ممكن، لكن في الدول العربية عندنا الأمر ده ما بينفعش للأسف. وتعليق آخر من ذا سنيك بيقول يعطيك العافية، شو من شان اللاعب بابلو صباغ وافق ولا لسه؟ والله موقف بابلو صباغ موقف محير تماما، وأنا أعتقد أن احنا ممكن نعمل عنه حلقة منفصلة، لأني في مفاجآت في موقف بابلو صباغ. يعني يمكن في فترة معينة تم الحديث على ان بابلو صباغ بيفكر، يعني هو مش موافق على تمثيل المنتخب السوري ولا رافض، ولكن الحقيقة ان موقف بابلو صباغ مختلف تماما عن كل الكلام ده، موقف مفاجأة سأعلنه لكم بإذن الله ان شاء الله في حلقة مقبلة نتحدث فيها عن بابلو صباغ وعن بقية اللاعبين السوريين المحترفين. وفي نهاية الحلقة تقبلوا كل تحياتي واكتبوا لي تحت في التعليقات، هل انتم فعلا مع عودة الكابتن نبيل معلول ولا لا؟ لو انتم مع عودة الكابتن نبيل معلول خلاص اكتبوا في التعليقات هاشتاج ان احنا عايزين نبيل معلول يعود، وعشان الاتحاد السوري يشتغل اكتر على الفكرة دي. اما لو انتم ضد العودة اكتبوا برضو في التعليقات احنا ضد عودة الكابتن نبيل معلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.